مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدنا والعود احمد السبت 30 سبتمبر. تحيه كبيره لاحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. باش نرحب ترحاب خاص باوفياء الدرب، فرقه مزيكا بقيت ماستر خالد بن عيسى، أسادة الموسيقى موجودين معنا بمحبة كبيرة. إن شاء الله يا رب يكون موسم جميل، معاملين عليكم. الإيقاعات، سمعنا أغنية من ألحان، مقطوعة من ألحان الفنان خالد بن عيسى. دونك إن شاء الله يا رب كل مرة وين عنا جديد تونسي نقدمه لكم مع مجموعة مزيكا يستحقوا أكثر من تحية. كما العادة ما نبدلوش الفريق الناجح، الهاني كوليكشن، العلامة الأولى للأناقة والموضة في تونس، هي اللي باش تكون معنا طوال هذا الموسم، وتحية كبيرة لهم. شكر خاص في بداية هذا الموسم للفريق التقني، لفريق الإعداد، لمجموعة الصحفيين، فريق البرنامج كلهم موجودين. الباباراتزي موجود ولا لا؟ عسلامة هادي. أنت القديم ولا أنت جديد؟ ماهوش مهم أنا شكون قديم ولا جديد، المهم أنه باش نعملوا إن شاء الله عام ساخن وبرشا مفاجآت وبرشا معلومات. واتيك اللوك جديد؟ وخاصة معايا النسر. النسر هذايا حكايته حكاية، إن شاء الله تتعرفوا عليها في الليالات القادمة. إن شاء الله موسم موفق، وإن شاء الله تكون كائن لطيف. ضيوفنا الليلة في فكرة سامي فهري نساء سجنان، وتكريم خاص لنساء سجنان وفخار سجنان. الفنان سمارة، الفنان المتميز عبد الرحمن الشيخاوي، لاعبة التنس سالم أصفر. مشاهدة طيبة للجميع. مكينة خدمة، مكينة نجاح، جولة ناجحة جدا في الصيف، هو الأنجح من خلال حفلة استثنائية في كارتاج، سعيد جدا باستقباله سمارة. لحظة، أنا سهرة مازالت طويلة. أول فقرة بورتري شينوا باش تعرفوا. عيني ما تضرك، أكثر من 80 أغنية ناجحة في المسيرة نتاعك. العام الأخراني برك حكيت راسك عملت 45 أغنية، أكثر من 50، أكثر من 50 مسيطر على التوندونس، عاملين سباق الأغاني في 10 أغنيات، 6 نتاعك أنت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا أخي شنو هذا؟ إلهام، صدفة، حظ، شنو قاعد يحصل معك؟ والله هذه حبيت نخدم على روحي، فهمت؟ حبيت نتعب اكثر واكثر، وحبيت نخرج تراكيت اكثر، فهمت كيفاش؟ حطيت بيوت في راسي باش نعمل اكثر من 50 تراك في عام، فهمت؟ الكلام منين نجيبه؟ اللحن منين نجيبه؟ الصور منين نجيبه؟ هذه نعيش موزيكا، انا نفيق موزيكا، نرقد موزيكا، ما عنديش حاجه اخرى نعملها، فهمت؟ مشيش نقعد في قهوه، انا ما ترانيش في ديما موزيكا، صباح موزيكا وليل موزيكا. حتى نكمل الخدمه بعد شوكيز
ديريكت نمشي نخدم موسيقى فهمت. ما نرقد يجيني النوم ما نعمل موسيقى. غرقت الانترنت موسيقى. فما برشا رابوريت يقول لك سمارة باش يهبط لنا ما نهبطوش. الناس ولات تحسب ما عادش بخلي فضاء. يخدم على روحك تطفك بلاستيك. الفشل ما يخوفكش؟ ما تقولش ينجم يجي نهار ما نلقاش غنيه باهيه، ما تجينيش تصويره باهيه، ما تجينيش. كي تبدا تطور في روحك ما تخافش بالفشل بالطبيعه. منين تستلهم هالموزيكا هذه الكل والشيء اللي تعمل فيه؟ منين؟ من عيشتي، عيشت اصحابي من الدنيا عملوا تسمع لحوم الناس مع العيش اللي نعيش فيها هذه فهمت. فما برشا ناس يقولوا مانيش نتصنع فيها اصلا فهمت كيفاش. فما برشا ناس يقولوا مادام فما برشا موسيقى اكيد انه فما شكون يكتب له فما شكون يلحن له. لا غلط، نكتب ونلحن ونعملهم الكل. وليت ليه بروحك بالقدا المده الاخرى تعمل في سبور، زدت في الميزان. عندي كرش. زدت في الميزان. اوكي. وتلبس دي كوستيم. كوستيمي بالنايكي. هذه حفله كاتيكس. شو غرام جديده دي؟ ولا علاش وقت اللي باش تويتي باش تلبس بوزي لازمك بوزي، هذي وقت اللي لازمك باش تلبس سبور لازمك سبور فهمت. ما تجيش باش تمشي حفله تاع تاتويج باش تلبس مثلا تيان ولا اما كارتاج. كارتاج اوكي. لبست كوستيم هذيك حاجه توندونس، هذي كوستيم ونايك. بس ديجا مغنى عليه انا كوستيمي بالنايكي وفاشن على الاخر الحكايه، ماهيش خارجه على الموضوع نتصور فهمت. نبداو بمهرجان كارتاج. اوكي. الحقيقه كنت نعرف اللي انت باش تعمل حفله كبيره. اما بالضخامه هذيك ما توقعتش. هيدي العبيد جيت تسيبورتي فيا فهمت، خاطر العبيد عرفتني ما خذيتش كارتاج السنه، عامله ولا ما خذيتوش، والسنه ما خذيتوش، يعني برشا شماته فهمت. شمت على شنو؟ ما عرفتش هيدي علاش؟ شنو اللي فما شماته؟ يا اخي قد روحك تعمل في موسيقى وتغني وكذا. ما يحبونيش نطلع في كارتاج هيدي باش تجي تقولوا كيفاش. هاو غيرك طلع، هاو برشا فنانين راهو، برشا مش كان انا برشا فنانين عندهم الحق انهم باش يطلعوا في كارتاج. قدمت دوسي سنه؟ قدمت دوسي بيان سور، ما قالوا لي عاملين الدوسي ما ورفضنا ما قدمتش دوسي سنه، قدمت دوسي. ايه كيف مرفوض علاش الله اعلم. والحمد لله عم خذينا كارتاج في الوف. ايه وحطمنا رقم القياسي كل بفضل ربي. الحفلة متاع كارتاج اللي قدمتها الملف انت وياسمين عزايز. انا وياسمين عزايز. علاش اخترت ياسمين معاه؟ ياسمين عزايز فنان كبير وعندها يعني عندها تسبق على كارتاج، طلعت قبل في كارتاج فهمت، وارتيست على الاخر. ياسمين عزايز حبيت تكون حفلة متنوعة مش راب بركة فهمت. دونك عملت جولة. عملت جولة وجيت نهار 30 اوت وسكرت الجوله هذه. سكرنا ستاج بحفله كانت اكثر من استثنائيه. ذكروا الحفله هذه حفله الجمهور راي مش حفلتي انا، لا خاطر بالرسمي الجمهور هذه ريت ساعتين الحفله الجمهور ما سكتش ما غنيتش انا حفله كامله ما غنيتش والله. كان فما احساس خاص على الاخر على الاخر برشا فيلينغ برشا فيلينغ. وتو نرجع نحكي باكثر تفاصيل الحفله هذه بالنسبه للناس اللي ما شافوش الحفله هذه. عملت لهم ملخص سبيسيال حفله سماره في كارتاج، سهره استثنائيه سماره في كارتاج. اقوى اقوى اكسبيريونس في حياتي. أقوى اكسبيريونس. شو اللي عشته استثنائي وما عشتوش قبل الغد؟ ساعتين في لاج ساعتين. متعب. متعب على الأخر، ولازمك تكمل للأخر. فما حاجة يمكن ما تعرفهاش، أنه حفلة كارتاج باعت 8122 تذكرة. 8122 تذكرة، حتى فنان ما وصل باع الرقم هذايا. لا إطار مهرجان كارتاج ولا خارج إطار مهرجان كارتاج. من سنوات طويلة عمرنا ما بعنا العدد هذا من التذاكر، 8122 تذكرة. دونك نجموا نعملوا كارتاج فنان تونسي بجمهور تونسي. نجموا نعملوه، عندنا برشا فنانين توانسة. عندنا برشا فنانين توانسة، مش مستحقين باش نجيبوا فنان من برا ونعطوه يعني سوم غالي برشا باش يغني لنا في كارتاج فهمت. باش نسألك حاجات على حفلة كارتاج. فما فيديو
قبل الحفلة أنت تقرأ في الفاتحة. أوكي. سمارة يقرأ في الفاتحة قبل ما يطلع على روح كرتاج باش يغني على الزطلة وعلى الشيخة وعلى. لي فما مسلمين هذا. مسلم. نشاهد ونوحد، فهمت كيفاش؟ نقرأ الفاتحة باش ربي يوفقني في خدمتي. فهمت؟ العبيد ما عندها ما تعمل وريوسها فارغة، تحب تتحدث، تحب تلقى حاجة لسمارة باش يحكي بالخايب، شنو بلي فماش احلى من هكا واحد يقرا في الفاتحه فماش. وربي يبارك لك على السهريه. ربي يبارك لك وما شاء الله تعدت السهريه. فما عبيد تحب تشوه، فهمت السوره شنو نقرا في الفاتحه. عيب. مروه العقربي. اوكي. حضرتك في السهره. اها. برشا جو تغني معاك، شيخه معاك. برشا ناس على الاخر مروه. برشا ناس قالوا انه فما قصه حب مع مروه العقربي، مادام رينا التفاعل هذا الكل. معناتها سوبر فان هنا مروه. صديقتي على الاخر مروه العقربي يعني من قبل، فهمت وعلاقتنا مع بعضنا طيبه على الاخر. في ديوان فهم. اوكي. مروه العقربي ايش قالت؟ قالت سامح عبد عزيز ياسر، دونك هي تعيط لك سامح مش سماره. سامح ها. اسمي سامح. اي ما تعيط. اسمك سامح ام انت سماره؟ اي يا من سامح. يعني كيف كيف سامح هي بس تعيط لك سمارة، تعيط لك سامح، تعيط لك سامح، يعني إنسان مقرب تحب تقول أنت هاك. عزيز ياسر على قلبي. ها؟ نحبو برشا. في صداقتنا بالطبيعة. بو أصحابنا وياه برشا. إي في صداقتنا حتى هي عزيزة برشا على قلبي. إنسانياً من أرجل ما تعرف في حياتك. أوكي. كيف تستحق له تلقاه؟ أها. يسمعك. أه. وين استحقيتك مروة العقربي؟ ما نجمش نفسر لك فاش استحقيتها، مي تنجم تستحقني في مشكلة، تنجم تستحقني بالتليفون، تنجم تستحقني في أي موضوع هادي. مروة تسيبورتي فيك، ما فماش غنية تهبط إلا وتبارتاجيها. تسمعني من قبل مروة، فهمت؟ ومغرومة أصلا بالراب وبالجوادية، فهمت كيفاش؟ ما نبراش. ما نبراش. يا أخي شنو هي قصتها الغنية هذه؟ باش نحكي لك قصة ما نبراش. باش تحكيها لي. من غير ما تحاول تدخلي في المواضيع، قصة ما نبراش باش نحكيها. غنية تعني لي برشا هيدي و يا اخي مانا نقص وتمسني برشا. ليه مش كل شيء تحكيه هيدي بالطبيعه. الموضوع هذا ما تحبش أغاني. الموضوع هذا ما تحبش تحكي فيه. جمله 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 من غير ما تغمق بيا هيدي بدل سؤالي. عارفك باش تبدا تدخل بيا كيف بدل يزعل نحكي في حاجه اخرى خير. مانا براش. مانا براش. اوكي سماره. مانا براش تحيرني في مواجهي خويا. مزيان مزيان. قول لي مازال عندنا ما نحكيه وسماره مازال عندنا ما نسمعه وباش نحطك قدام وضعيات وانت ترتب لي الوضعيات هذوما. باش نبداو بالسؤال الاول بعيد الشر عليك. السؤال الأول بعيد الشر عليك. السؤال الأول بعيد الشر عليك. بيه. لو تعلم بوقت وفاتك. لطفي يا ربي. شنو هي الوصية اللي تخليها؟ شنو هي الوصية اللي نخليها؟ واحد، حتى حد ما يغني غنيتي بعدي. اثنين، حتى حد ما يكرمني بعد وفاتي. ثلاثة، اللي نملك الكل لعائلتي. اللي نملك الكل لعائلتي. هذه الأولى. أوكي، وحد ما يغني غنيتي. ثانية، وحد ما يكرمك. ثالث. خاطر سيء واحد ربي يهزم تياعه، فهمت؟ تكرم فيا عليش زيدة، فهمت؟ ثروتي لعائلتي. عائلتي لفاميلتي كل بتبيع آخر من سلايا من شكون. بدلت حياة عائلتك؟ أكيد أكيد. كما بدلش حياة عائلتي شكون مش مبدل ملا. فما شكون وقت اللي أنا نعمل فيه الشيء ذي على عائلتي هذي ماني نعمل فيه لحتى واحد، فهمت؟ أنا قاعد تعب على عائلتي، فهمت؟ يغزروا لك اليوم بعين الفخر سامح؟ حاجة واضحة أكيد أكيد. أنا تهمني كان أمي بابا راهو. أعطيني هذوكم راضيين وفرحانين. ما يهمني حتى واحد آخر، فهمت؟ ربي يفضلهم. عايشك ربي يفضلك ما عندك عايشك. لو ما كنتش فنان وأنت صغير كنت تحب طبيب، رائد فضاء وإلا معلم؟ رائد فضاء. رائد فضاء كنت تحب؟ إي. وبعد طبيب وبعد معلم. لو عندك آلة زمن. اها. واحد، ترجع للطفولة. اثنين،
تستحفظ على عمرك الحالي. ثلاثة، تزيد 20 سنة لعمرك. نرجع الطفولة هذيك لولا باز. للفقر وللمشاكل ولل... اسمح لي الفقر هيدي شبير فقر خايب مش عيب فقر. بالعكس فما جو وقت وقت الفقر فما جو فما ضحك ما تلقاش وقت اللي عندك برشا فلوس. الراحة النفسية راهي مش فلوس هيدي راهي. جو مع امينيم. اوكي. يعمل 50 مليون مشاهدة. اها. جو مع محمد رمضان. يعمل 500 مليون مشاهدة. بيه. وإلا ديو مع بلطي يعمل مليار مشاهدة، رتبهم. بلطي ولدي بليدي الأول بالطبيعة. مليار. أكيد. مش حكيت أرقام أنا، أسامي أنا طبعا. أما أعطيتك زاد الأرقام. مش أنا نعطيك في الأسامي، نعمل مع ولدي بليدي أكيد. الشهرة والنجاح بالنسبة ليك. واحد، برشا فلوس. اثنين، برشا ستريس. ثلاثة، برشا علاقات. برشا ستريس الأول صياع. برشا علاقات والفلوس اخر حاجه. أما ما تنفيش انه بالموسيقى حياتك تقلبت. اي الحمد لله هيدي ما قلت شيء انا بالعكس وين كنت وين صبحت هيدي فهمت. اما برشا ستريس راه. شو نوع الستريس اللي تنجم تعيشه؟ عندك جمهور، عندك شيء من الحياه العاديه هيدي تتنحالك ريت. ما تنجمش تمشي تعمل قهوة، ما تنجمش تمشي تقضي مع داركم ترونكين، ما تنجمش تخرج تفطر مع أمك. برشا ستريس فهمت، برشا ستريس. وخدمة برشا خدمة فهمت، تصوير ما تلقاش وقت حتى لروحك فهمت كيفاش. تخاف من أنك تولي في مرتبة أقل من اللي أنت موجود فيها؟ ما نخافش خاطر عارف روحي فاش قاعد نعمل هذي فهمت. أما ساعات الموسيقى راهو حظ من عند ربي. علاش مش حظ؟ مش ضربة حظ الموسيقى، حظ هذيك تعمل الموسيقى وتمشي على روحك، هذاك الحظ فهمت؟ هاو اليوم فما برشا رابيرات عملوا غنية باهين وبدينا تو ننساهم، وين هما؟ نسألوا وين هما؟ فاش قاعدين يعملوا؟ مش قاعد يقدم خاطر هذيك، لازمك تقدم في الموسيقى ديما كل عام راك تقدم فهمت؟ باش تحافظ على المرتبة نتاعك فهمت؟ تخاف من الموسيقى ما تحبش النوم راه ترقد راه تفوتك العبيد فهمت؟ لازمك تخدم كل يوم باش ما تطيحش في نيفو فهمت؟ قديش عندك من غنية تستنى؟ برشا 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 برشا. فما فنانين اللي اتصلوا بك من اجل فيتات ولا لا؟ اين فايتوا اين فايتوا اين فايتوا؟ فنانين منين؟ تونس يعني؟ توانسه. توانسه عندنا مرض نحن بين بعضنا ما فهمتوش شنو هي انا فهمت. ما نحبوش خير لبعضنا هيدي. اما زاد برشا فنانين نجموا يغزروا لك ارقام. نعمل فيت مع سمر على خاطر مع سمر نولي تراند. انا ريت الموسيقى هذه ما تعنينيش الارقام ولا الجمله، ريت الارقام. انا كي يجي مثلا طفل مش معروف باش يفايت معايا هيدي نفايت معاه، كي نسمع موسيقى بنينه راني نفايت معاه فهمت. مش ارقام الفايده في بنا بتاع الموسيقى فهمت، في الكاليتي فهمت. في الطنبك بتاع السكسي نتاعك 3 جويليا في الصيف اخر تراكيت من سماره باي باي لفامي تكتب انك اعتزلت. سماره في اول الموسم يقول باي باي لفامي اعتزلت. ليش كنت مكبترها سي؟ انا مكبترها. انت مكبترها؟ اي باش نصدق. اوكي. ندمت عليها؟ ليه ما ندمتش هيدي مساتيري سي فهمت، برشا تعب راني قلت لك هيدي وبرشا ستريس ومشاكل وفهمت توصل تقول على فاش نعمل فاش قاعد نعمل انا فهمت. باش نخسر يعني صحتي ولا باش من الغش ومن الواحد فهمت. ولقيت برشا جمهور فهمت ورايا قالوا لي ليه ما يجيش تبطل وعائلتي وكل واصحابي زيادة فهمت. مدير اعمالك سليم بالحسن هبط التدوينة قال فيها ما رضا الله برضا الوالدين. اي بالطبيعه تسلم لي تتعب هذي فهمت. برشا حكى بكواليس هذي برشا كواليس. الحفلات ستتم في مواعيدها بعد رجوع الفنان رسميا عن الاعتزال ولو كره الكارهون. برشا كارهون خاطر. فما ناس تتمنى تخفيك من الساحة؟ أكيد. فما عبيد تحبني نموت مش تخفيني هيدي. آه. فما عبيد تحب تقتلني أنا مش. للدرجة هذي؟ فما برشا كره بين الفنانين في تونس برشا كره فهمت. اللي نعرفه واللي عايشته وأنا معناتها معاك، مرة كنت معاك في حفلة في باريس. شدت بعضها. شدت بعضها يمكن غنيت زوج غنيات. أي مسقة هذيك تنسيق. صاير تنسيق باش حفلتي باش تفسد في فرنسا فهمت. وانا تجنبت المشاكل نتجنب في المشاكل فهمت. خاطرني انا كرني دخلت بعبيد غادي مشيتش وحدي فهمت. انت ليله حاضر فهمت.
عندي اصحابي هنا في باريس يعني قالوا لي نمشي، وقلت لهم نو في بالي حفله عاديه فهمت. صرت انسيق من تونس من هنا بزوز فنانين توانسه اللي عملوا الشيء هذا. زوز فنانين توانسه رابيريت صرت انسيق من هنا وفزت الحفله. ومن بعد سمعت شويه يعني بدت تسلي الحكايات من نوع شنو حب الفزت لك حفلتك هيدي يعني فهمت. وحفله باريس فزت، حفله ميلانو فزت، حفله ميلانو كيف كيف زاده تنسيق بين رابير تونسي زاده فهمتني. وعلاش يعني ما حبكش تنجح؟ علاش هيدي سهله الحكايه، عبيد ما تحبكش تنجح. وكانه زاده يحبوا يقولوا انه الجمهور نتاع سماره راهو جمهور نتاع عنف ونتاع علاش. طب انا شفت الاستوري نتاع ميلانو مثلا، تو جيت تستر جيب تحتك سكين علاش فستر مشي تحارب جاي يسهر تحته سكينه يعني مش جاي يسهر هذا جاي يعمل في مشكل فهمت. واللي فزت السهريه دخل ضرب الغاز وخرج فهمت. ومن بعديك فما سنة حديث حاط البافل حاطين هما خمسة ولا ستة من الناس حاطين غنية السيد اللي فزد لي الحفلة، والسيد اللي فزد لي الحفلة هذايا ما يسوى شيء لا فنيا ولا جسديا ولا حتى شيء. ميت خونكيل فزت الحفلة عادي. إن شاء الله نرجعوا. أنا تغيظني العبيد اللي قاس تيكيات فهمت كيفاش. من بعديك يولي اللوم علي أنا، يولي أنا نعطيك حاجة ريت لها منظمة الحفلة نتاع ميلانو توا شاك يا بايز دبر راسك. علاش؟ شنو ذنبك؟ أنت ضحية. أنا ما نعرفش. أنت ضحية. تو هيكا تو مرة ثانية هذا إنسان يشكي بايا في الحفلة. مشيت أنا لميلانو وقعدت في الأوتيل والحفلة فزدت مولا البواطة قال لهم ما تصيرليش الحفلة يعني. أنا شنو مدخلني في الموضوع هذا؟ مشيت قدمت بايا شكاية. نتصور اللي صار من بعد باش نكملوا على نوتة إيجابية. اللي صار من بعد يأكد الجمهور نتاعك قداش محلى على خاطر في كارتاج شفنا بنات واولاد وعمر الكل والتصويره نتاع كارتاج معناتها المسرح مش هيك جاي واحد جاي يسهر باش يغني. انا شفت قلت لك تبعثوا لي ستوريات تاع ميلانو ومتاع فرنسا زيدا فهمت. يعني ما عباد مبعوثه فهمت. اول سيزون اي ما عادش تعيطوا له سمار على خاطر حفلات ما عادش تعيطوا له في اوروبا كريت بروكسيل هاك تعادت محليه تهبل اي وي كولن كيف كيف. وان شاء الله عندي تورني واحد اخر زاده في الاوروب زاده مره اخرى. وخير دليل على ذلك اوكي بربي حارمني كانت نجم. شو نقولوا؟ بربي حارمني كانت نجم. بربي حارمني كانت نجم. سمرا